طيب النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيشارك في الدوره ال 33 لمجلس جامعه الدول العربيه على مستوى القمه في البحرين. بتاتي مشاركه الرئيس في اطار حرص مصر على التنسيق مع الاشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحله الحرجه التي تمر بها المنطقه العربيه والتحديات الكبيره اللي بتواجهها على مختلف المستويات. مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة جاءت لتأكيد حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات. مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية بالبحرين تعكس الدور التاريخي الذي قام به في كشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين تحت تأثير الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال، وأيضاً بعد المجهودات المضنية التي بذلها على مدى الفترة الأخيرة والتقى فيها عدداً كبيراً من قادة الدول لبناء موقف دولي داعم للقضية الفلسطينية. التقارير والأخبار التي تحدثت عن القمة العربية في البحرين قبل انعقادها بساعات أوضحت أيضاً أنها سوف تسعى إلى خفض حالة التوتر والصراع في بعض بلدان المنطقة العربية، ومن المؤكد أن القمة سيكون لها موقف موحد وكبير تجاه القضية الفلسطينية، موقف يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق السلام.